بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما بعث الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالتوحيد، وكان التوحيد هو الأساس في انطلاقة الإسلام، وهذا الأمر استمر من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. ولو تصفحت القرآن الكريم لوجدت التوحيد في كل صفحة، بل بعض الأحيان في كل آية. وذلك لأن المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى هي أساس كل المعارف، والذين انحرفوا في المعارف إنما كان انحرافهم في التوحيد في الأساس. يعني الذي لا يعرف النبي والنبوة، هذا مشكلته ليست في عدم معرفة النبوة، هذا مشكلته بالأساس في عدم معرفة الله. والذي لا يعرف الإمام والأئمة أو لا يعرف مقاماتهم، هذا مشكلته ليست في الإمامة أو في النبوة، هذا مشكلته في التوحيد. وكذلك الذي لا يعرف بالمعاد، يعني في بعض الأحيان نجد كثيرا من الناس من المسلمين أو حتى من الشيعة حينما يصلون إلى الرسول صلى الله عليه وآله تشوف هناك نوع من الضبابية أو نوع من الإنكار لمقاماته صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك يسوقون بعض الأدلة سواء من القرآن أو من الحديث الشريف أو من العقل، في حين أنه لو كان بالأساس يعرفون الله سبحانه وتعالى ما كان يصل الأمر إليهم إلى إنكار النبي أو مقامات النبوة. والذين قصروا في أمير المؤمنين أو غلوا فيه، السبب هو ذاك،
يعني مثلا واحد يجي ينكر عصمة الرسول صلى الله عليه وآله، أو ينكر عصمة الرسول صلى الله عليه وآله في غير تبليغ الأحكام، أو يتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا في الأمور العادية التي لا ترتبط بتبليغ الشرع هو كسائر الناس، ويستدل مثلا بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زين، هذا السبب أنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يعرف الله سبحانه وتعالى، وأخطأ في فهم هذه الآية. ليش؟ لأن الآية لا تقول إن الرسول صلى الله عليه وآله مثلكم في مقاماته. الرسول نبي، إحنا مو أنبياء. مثلية الرسول لنا ليست بمعنى أنه ليس بنبي لأننا لسنا بأنبياء، أو الرسول ليس بمعصوم لأننا لسنا بمعصومين، أو أنه يخطئ كما نحن نخطئ. هذه الآية معناها أن الرسول صلى الله عليه وآله من الجنس البشري، تركيبته الجسدية كتركيبتكم. الإنسان له أعضاء، جوارح، أعضاء ظاهرة، أعضاء باطنة، له روح، له نفس، له جسد. الرسول صلى الله عليه وآله كذلك. الإنسان بجسده يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى منام مثلا، يتزاوج وما إلى ذلك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الآية تريد تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله مو من الملائكة، من جنس البشر. لكن هل معنى الآية أن مقامات الرسول كمقاماتنا مثلا؟ كلا، وإلا نظام الكون هو مبني على التفاضل في كل شيء. وفي آية: وفضلناهم، بالنسبة إلى بني آدم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بالنسبة إلى الأطعمة: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بالنسبة إلى الرجل والمرأة: بما فضل الله بعضهم على بعض. وهكذا. زين، هذا اللي ينكر مقامات الرسول لأنه ما يعرف الله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى حكيم. الله سبحانه وتعالى عالم. الله سبحانه وتعالى لطيف. الله سبحانه وتعالى رحيم. زين، هو الذي اصطفى الرسل واصطفى الرسول صلى الله عليه وآله. زين، الله وهو قادر، عالم، حكيم، لطيف، هل يصطفي؟ اصطفاء يعني اختيار، أخذ صفو الشيء. هل يصطفي رجل فيه خلل ولو من جهة من الجهات؟ يعني هل عاجز، مو حكيم، مو قادر، مو عالم؟ إذا أنت اعتقدت بأن الله قادر، حكيم، عالم، رحيم، وهو يريد أن يصطفي، فالمفروض أن من يصطفيه لا يكون فيه خلل ولا نقص. إذا ينسى، إذا يسهو، إذا تنتابه الحالات غير السليمة، الحالات النفسية، وهذا مو اصطفاء. هذا احنا يمكن نصطفي شخص او نصطفي شيئا بعدين تبين به خلل. لماذا كان فيه خلل؟ لان احنا كنا نجهل، ما كنا ندري، او نعلم لكن لسنا نقدر افضل مما صنعنا، او يفرض مثلا فالشخص ليس بحكيم او خبيث، يمكن يختار اختيار غير مناسب. لكن الذي يتمكن من الاختيار المناسب، هل يختار الاختيار غير مناسب؟ يعني أنت إذا تريد تبعث شخص وتتمكن من إرسال شخص يبلغ عنك الرسالة كاملة، يكون نزيه، يكون هذا الإنسان مثلا كامل،
زين إذا أنت لا ترسل هذا الشخص الذي تقدر عليه وتعلم به، ترسل غيره، يقولون يقولون لك لماذا فعلت ذلك؟ أنت كنت تتمكن من بعث الأفضل، فلماذا بعثت غير الأفضل؟ فد مرة أكو حكمة ما يخالف، لكن إذا ماكو حكمة في ذلك فلا وجه له إطلاقا. فاللي يجي حول الرسول صلى الله عليه وآله هذا مشكلته في التوحيد، ما يعرف الله، ما يعرف صفات الله سبحانه وتعالى. والذي يأتي إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الغلو، يعني يغلو فيهم، هذا لأنه ما يعرف الله سبحانه وتعالى أنه ليس له شريك. أو اللي يجي ينقصهم عن مرتبتهم، هذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ثم أورثنا، الآية اللي قبلها حول القرآن، أنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، يعني علم الكتاب بعد الرسول، لمن؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ناس اصطفاهم الله. زين هذا اللي الله يصطفيه يمكن يكون عاصي، يمكن يكون ناقص، كلا. فإذا واحد يجي بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام ينكر مقاماتهم الثابتة، زين بتوهم أنها تتعارض مع القرآن، هو هذا توهم يتعارض مع القرآن. بعد ذلك بالنسبة إلى المعاد، أكو بعض الناس يذنبون، عندما تقول له ليش تذنب يقول الله كريم. زين الله كريم، والله أيضا شديد الانتقام، هذا هم موجود. إذا واحد ينظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى بانفراده ولا ينظر إلى شدة انتقامه، إن بطش ربك لشديد، هذا معناه أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى، أو يخدع نفسه، أو يريد يغطي على عمله. صحيح الله كريم، لكن الله هم شديد العقاب. صحيح أن الله سبحانه وتعالى وعد الشفاعة، ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني حتى شفعاءهم يخافون الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي يجي بهذه العبارات ويرغب الناس في المعاصي، هاي معرفته بالله سبحانه وتعالى معرفة ناقصة. كل بعض يقولون أنه أنت صفي قلبك واعمل ما شئت، هذا في الواقع هذا الكلام فقط في المسائل الدينية يذكر، في غير المسائل الدينية هم ما يذكروا، للفرار من أحكام الشرع. زين أنت عندما تسوق خالف إشارة المرور، صفي قلبك بالنسبة للسيارات الأخرى وأعبر عن الإشارة الحمراء، هذا الكلام معقول لو مضحك؟ زين أنت خالف القوانين مو مشكلة، صفي قلبك بالنسبة للحكومة وبالنسبة للناس، خالف القانون صحيح هذا، بس لما يوصل للحجاب أنه أيتها المرأة صفي قلبك، تحجبتي لو ما تحجبتي مو مهم، أيها الرجل صفي قلبك، صليت لو ما صليت مو مهم، هذا كلام. طبعا احنا عندنا مشكلة من بعض الناس الذين يريدون الاعتراض أو عدم الالتزام بأحكام الشرع، أي إشكال يجي على الشرع نظيرها موجود في القضايا الأخرى، لكن ما يذكروه في القضايا الأخرى، بس في مسائل الشرع عندما يصل. إذا تسوي إطعام في مناسبة دينية، لماذا هذا الإسراف؟ زين إذا مناسبة غير دينية، عندك زواج مثلا، عندك قضية أخرى، هذا الكلام لا يذكر. إذا واحد صرف أمواله في قضايا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقال له لماذا تصرف أموالك؟ روح زوج فقير، روح انفق على مسكين، مو هذا أفضل؟ زين هذا فقط في مسائل الدينها، في المسائل الأخرى عندما يبنى ملعب رياضي،
ما حد يذكر هذا الأمر، أنه لماذا تبنون ملعب رياضي يستوعب عشرات الألوف بمليارات المليارات، قصرفوا على الفقراء. عندما يبنى منتزه لا يقال أنه لماذا تبنون هذا المنتزه، لنزين الناس يحتاجون إلى ملاعب رياضية، الشباب عندهم طاقات في أوقات الفراغ لازم يفرغون هذه الطاقات، الناس تحتاج إلى ترفيه، المدينة لازم تكون جميلة وكذا وكذا وكذا. بس عندما يصل للمسجد لماذا تبني مسجد؟ يوصل للحسينية لماذا تبني حسينية؟ يوصل للحج لماذا تذهب إلى الحج؟ أنفق هذا الفلوس في سبيل الفقراء مو أفضل؟ هذا في الواقع، هذا الأسلوب من الفكر أسلوب صحيح يرتبط بخلل في معرفة المعاد، بس بالأساس يرتبط بخلل في معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن أنتم تشوفون الوهابيين وهم دائما يقولون التوحيد التوحيد، هذا شعارهم، أي واحد أم يردون يضربوه اتهام بالشرك. زين، الخلل اللي في ذول الوهابيين موجود في أعمالهم، في إرهابهم، في قتلهم للأبرياء وما إلى ذلك، بسبب خلل في توحيدهم. يعني عندما يجسم الله سبحانه وتعالى، يعني يعتقد بأن الله جسم، أنه يركب على حمار، وأنه في ليلة الجمعة ينزل إلى السماء الدنيا، زين، وأنه كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الشخص اللي يعتقد بهكذا إله، زين، عقيدته بالنبي هم شنو تكون؟ تكون عقيدة فيها خلل. في رواياتهم يروون أن الرسول يقول أنا بشر أغضب، وأيما بشر أيما شخص لعنته، فالله سبحانه وتعالى ليجعل هذا اللعن زكاة إله. يعني الرسول لاعن واحد، هذا اللعنة تصير زكاة وثواب إله، ويعتقد بالرسول كذا وكذا وكذا. وأنه مر على قوم يؤبرون النخيل، لأن النخل إذا لم يؤبر تلقيح يعني بالتمر راح يخرج شيص، يعني يخرب التمر. فمر على قوم يؤبرون نخلا في المدينة، شو وقت؟ الوقت اللي الرسول عمره أكثر من 53 سنة وهو من سكان الجزيرة العربية. أي طفل في الجزيرة العربية يعلم بأنه النخل إذا لم يؤبر التمر يخرج شيص. فقال لهم لماذا تفعلون هذا الفعل؟ لا تسووا. هذا في صحيح البخاري أو مسلم الصحيح عنده. وبعد ذلك هم شافوا الرسول قال لا تأبرون، ما أبروا وقت الحصاد وتمرهم خرب. أجوا إلى الرسول قال لهم أنتم أعلموا بدنياكم. زين، هذا الرسول اللي يخرب على الناس معيشتهم ولا يعرف ما يعرفه طفل، هذا رسول؟ هذا هكذا صوروا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو منزه مما صوروه. على كل حال، المفروض عندنا أنه إحنا نروح إلى الأصل، إلى الجذر. إذا هذا الجذر تصحح، المعرفة بالله سبحانه وتعالى تصححت، بقية الأمور هم تتصحح. وإذا هذه المعرفة كان فيها خلل، بقية الأمور هم يصير فيها خلل. لذلك البعض يسأل لماذا الخلل في العقائد يوجب الكفر ويوجب الخلود في النار، بس الخلل في الأعمال لا يوجب ذلك؟ يعني إذا واحد لم يتشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الشخص ليس بمسلم، كافر ومخلد في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن إذا كان مسلم فاسق، يعني هو مسلم ومعتقد بهذين الأصلين وسائر الأصول، لكن مو ملتزم، أفرض تارك الصلاة مثلا، تارك الصوم، يرتكب بعض المعاصي،
هذا يعاقب، ولكن بالنتيجة تناله الشفاعة. طبعا الإنسان لازم لا يغتر بأنه شفاعتنا لو يروح يصير من أهل الجنة، لأنه أولا أكو برزخ. وفي الأحاديث أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا للشيعة البرزخ عليكم أنتوا أعمالكم، إحنا يوم القيامة نشفع لكم، فأنت بهذا البرزخ إيش قد تريد تبقى؟ ملايين السنين، مليارات السنين، هذا بعملك. والشيء الثاني الشفاعة في الآخرة هم درجات، واحد يشفع له في أول الأمر، وواحد يشفع له بعد أن يبقى في نار جهنم أحقابا 300,000 سنة أو أكثر. على كل حال المقصود أنه بالنتيجة إذا الإنسان كانت عقيدته صحيحة، إذا كان في عمله خلل، هذا الخلل في عمله قد يسبب انخفاض درجاته وقد يسبب عقوبته، ولكن بالنتيجة بعد أن يصفى تصفية كاملة يدخل الجنة. بس إذا واحد كان عقيدته باطلة حتى إذا كان خوش إنسان حسب تعبيرنا، هذا لا يدخل الجنة ويخلد في نار جهنم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شنو السبب؟ السبب أنه العقيدة هي الأصل في كل شيء في حياة الإنسان. الإنسان اللي يعمل الصالحات، ليش يعمل الصالحات؟ لأنه يعتقد. والذي لا يعمل الصالحات لأنه لا يعتقد. احنا شايفين كثير من الأحيان هناك أخوان أو قريبان أحدهما مؤمن والآخر غير مؤمن، شنو السبب؟ البيئة اللي تربوا فيها بيئة واحدة، زين؟ السبب أن طريقة التفكير الأول بطريقة وطريقة التفكير الثاني بطريقة أخرى. ذاك اللي طريق تفكيره صحيح صار مؤمن، وذاك اللي طريقة تفكيره خطأ صار غير مؤمن. طريقة التفكير هي التي تتحكم في كل حياة الإنسان، لذلك الاعتقاد صار هو الأساس، والعمل على رغم أهميته هو الفرع، لذلك أصول الدين وفروع الدين. طبعا بعض الأحيان أكو ارتباط بين الأصول والفروع، الخلل في الفروع قد يؤدي إلى الخلل في الأصول، هذا معناه أنه الإنسان لازم لا يتهاون في الفروع أيضا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يعني الخلل في الفروع قد يؤدي إلى الخلل في الأصول، كما أن الخلل في الأصول يؤدي إلى الخلل في الفروع دائما. بعض الأحيان البعض يتساءل، يقول أنه نحن نرى أناس هؤلاء خدموا البشرية، هذا إديسون مثلا اخترع المصباح الكهربائي والاختراعات أخرى، وكم خدمت البشرية عبر هذه الاختراعات. هذا يكون في النار، وفد واحد مؤمن مستضعف ما خدم حتى جاره يكون في الجنة، لماذا هكذا؟ وجوابه في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد لا من حيث تريد أنت. إبليس عليه لعنة الله أبى السجود لآدم، وفي بعض الروايات أنه قال لله سبحانه وتعالى أنا مستعد أسجد لك سجدة كذا 1,000 سنة، بس هاي لحظات سجود لآدم ما أسجده، مقابل أنه لا يسجد لآدم آلاف السنين يسجد لله في سجدة واحدة. الله سبحانه وتعالى قال له أنا أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت. إذا أنت عندك أرض وتريد تبني هذه الأرض بكيفية تعجبك، إذا جبت مهندس
وقالت له بهذه الطريقة خطط لي وبهذه الطريقة ابني، إذا بنى بطريقة أخرى غير الطريقة اللي أنت تريدها، وحتى لو هي أفضل من الطريقة اللي أنت تريدها، ألا يحق لك أن تعترض عليه؟ قل له أخواني أفضل، يعني خريطة اللي أنت أعطيتني إياها واتفقنا عليها، هذه الخريطة الجديدة أفضل منها. قل له أنا الأرض لي والمال لي والبناء أنا أريده، وأنا اتفقت وياك، لماذا خالفت الاتفاق؟ بل أنت تتمكن من أن تشكو عليه وتشتكي عليه في المحكمة وتأخذ منه غرامة، أو إذا تقول أنه هذا الطريقة اللي أرى جعلها في أرضي أفسدت أرضي حتى يجبروا أنه يجي يهدم هذا البناء وعلى تكاليفه. ليش؟ لأنه بالطريقة الذي أنت تريده ينبغي عليه ذلك المهندس أن يفعل، لا بالطريقة اللي هو يريده. الله سبحانه وتعالى قال أنا أريد أن أعبد عن طريق الإسلام وعن طريق الاعتقاد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وبهذه الكيفية. زين أنت تختار طريقة أخرى، هذه الطريقة الله ما يريدها، حتى لو أنت تتصور أنها أفضل، حتى لو خدمت بها كل العالم، بس مو هي الطريقة اللي الله يريدها، فلا تستحق أجرا على الله سبحانه وتعالى. وهذا هم يرجع للتوحيد أيضا، إحنا نستحق أجر على الله سبحانه وتعالى؟ لا، الأنبياء كلهم والأئمة بذواتهم يستحقون ثوابا من الله سبحانه وتعالى؟ لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع متفضلا، إحنا بدون استحقاق الله خلقنا، ما كنا نطلب الله سبحانه وتعالى شيئا حتى الله خلقنا، وإنما تفضل علينا ومن علينا ومن لطفه أن خلقنا. زين وغمرنا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان إذا كل حياته يقضيها في عبادة، ما تتمكن هذه العبادة أن توفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. في دعاء عرفة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ذلك الدعاء يقول أنه أنا، يعني الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إذا كل الدهور والعصور عبدتك ما أديت شكر نعمة واحدة من نعمك. زين فالله أعطانا هذه النعم الكثيرة، إحنا بمقدار مختصر عبادة، إذا عبدنا هذه العبادة، هاي العبادة ما توفي نعم الله سبحانه وتعالى، فهل نستحق على هذه العبادة ثوابا؟ كلا، وإنما هذا الثواب تفضل آخر من الله سبحانه وتعالى علينا. مثل أفرض أنت تشوف فقير، هذا الفقير ما عنده شيء، وأنت تتفضل عليه وتهب له دارا مؤثثة كاملة، زين هو يستحق شيء بعد منك؟ هو أصل إعطاء تلك الدار كان تفضل. زين أنت إذا قلت له أيها الفقير الذي أعطيتك هذه الدار الفخمة المؤثثة، إذا قلت لي شكرا سأعطيك مليون آخر، هذا المليون الثاني إذا قال شكرا عن استحقاق؟ لا، تفضل. الله سبحانه وتعالى خلقنا وغمرنا بالنعم، فإحنا لا نستحق عليه شيئا آخر. قال إذا عبدت فالعبادة مختصرة، والعبادة دون طاقة الإنسان، سأجازيكم بالثواب في الآخرة، وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هذا تفضل ثاني من الله سبحانه وتعالى علينا. وإذا الله وعدنا، صحيح الوفاء بالوعد واجب عقلا، لكن نفس هذا الوعد تفضل، هذا تفضل من الله أن جعل حق على نفسه. لأن الإنسان أفرض في إحنا، إذا وعدتك بشيء، وعدتك بأنه غدا سأعطيك كذا، هذا صار حق في رقبتي وفي ذمتي،
لأني وعدتك والوفاء بالوعد واجب عقلا. لكن كان لازم أنه أعدك بهذا الوعد؟ لا، هذا تفضل. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل حقا على نفسه فهذا تفضل. وفي دعاء ما معناه؟ وبحقك عليهم، يعني على الأئمة، وبحقهم عليك، وبحقهم يعني حق الأئمة عليك، الذي هو من أعظم حقوقك عليهم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل حقا عليه، هذا من أعظم حقوقه على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الحاصل إذا أنت عرفت الله سبحانه وتعالى تعرف أن الثواب للطاعة، مو ثواب لخدمة البشرية، ولا ثواب العمل الصالح المجرد عن نية الإخلاص. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عملي، وإنما وعدني وعد خاص. إذا عملت العمل بالكيفية اللي أنا أريدها وبنية مخلصة أتفضل عليك. بس إذا واحد عمل عملا لا بتلك الكيفية ولا بنية الإخلاص، ما يستحق شيء على الله سبحانه وتعالى. واللي يستحق الثواب فهو من تفضل الله سبحانه وتعالى. فتنحل هاي الشبهة أنه كيف هذا اللي خدم البشرية يدخل في النار، وهذا اللي ما في طول حياته لم يخدم أحدا بس كان مؤمن يصلي يصوم كذا يدخل الجنة، لأن هذا عمل بالطريقة اللي أرادها الله وذاك لم يعمل بالطريقة التي أرادها الله. لماذا هذا يستحق ثواب ذاك ما يستحق ثواب؟ هذا يرجع إلى الأصل، معرفة الله سبحانه وتعالى. فهسه إحنا علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة. والدعاء وحده ما يكفي، يحتاج الإنسان إلى إيجاد هذه المعرفة. أنتوا إذا تقرؤون الأدعية، دعاء كميل، دعاء أبي حمزة الثمالي، وهذه الثروة العظيمة التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى علينا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه الثروة العظيمة من الأدعية إذا تقرأها تشوف محورها إيجاد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وبقية الأمور الأمور التابعة لهذه المعرفة. فإذا قرأت الدعاء اقرأ الدعاء بتمعن، بتفكر، بطلب حقيقي من الله سبحانه وتعالى. مو أنه الإنسان فقط يقرأ الدعاء عند الحاجة، صحيح ما يخالف الإنسان يدعو الله عند حاجته، هذا لا بأس به، بس الأساس لا يكون أنه الدعاء للحاجة، عندي مشكلة أدعو الله حتى يحل المشكلة، هذا أمر ثانوي. أدعو الله سبحانه وتعالى لحاجتي إلى الدعاء، لحاجتي إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى، مو لأجل أنه عندي مشكلة في بيتي أو في أسرتي أو في مالي أو في كذا. لك ما يخالف، ما بيشكال واحد يدعو، بس هذا أمر ثانوي، الأمر الأولي ذاك معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى حتى دعائك في حوائجك يكون هذا الدعاء أقرب إلى الاستجابة. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى كلما ازددت معرفة ازداد عملك ثوابا. إذا أنتم تلاحظون الروايات، مثلا في زيارة الإمام الحسين أكو رواية أن زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تعدل عمره، رواية ثانية تعدل حجة، رواية ثالثة تعدل حجة وعمره، رواية رابعة تعدل 10 حجج، رواية أخرى تعدل 100 حجة، وأخرى 1000 حجة، ورواية أخرى يقول كلما رفع قدما كتبت له حجة، ووضع أخرى كتبت له عمره. ذول اللي من البصرة إلى كربلاء يسيرون مشيا على الأقدام بالمتوسط ما يقارب 800,000 خطوة، زين؟ معنى ذلك 800,000 حجة وعمرة، أو 1,600,000 حجة وعمرة. لماذا هذا التفاوت؟ هذا التفاوت حسب المعرفة.
اللي معرفته في أدنى درجة يحصل أدنى درجة من الثواب اللي هي عمره، واللي معرفته أكثر يزداد ثوابه ويزداد ثوابه ويزداد ثوابه وهكذا. وكذلك شروط أخرى من الإخلاص والعلم، لأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومجموع أمور أخرى، بس الأهم في ذلك هو المعرفة ثم الإخلاص ثم العلم وما إلى ذلك. فبناء على ذلك نلخص الكلام، أن الإنسان يقرأ الأدعية بتمعن، يطالع يتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، في رواية أكثر عبادة أبي ذر التفكر، مع أن أبا ذر كان يصلي يصوم مجاهد، مات من الجوع في الربذة وهو مجاهد، لكن أكثر عبادته شنو كان؟ تفكر، يتفكر في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر يزيد الإنسان علما ومعرفة، وطبعا لازم يكون بالطريق الصحيح. واحد معارفة لازم يستقيها عن الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام، وإلا ينحرف، وهذا له مجال آخر. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.